حلو، هما الاولاد هيتشجعوا ان هما ياكلوها، ولما يلاقوني انا شخصيا باكلها مش قاعده باكلهم الخضار وانا قاعده باكل بيتزا او فطير، يعني دي مشكله. صحيح دي مشكله يا لميس، تلاقي في المصيف الام عامله نفسها حاجه والعيال جايبين حاجه تانية دليفري. طب ليه بالظبط؟ هما هيقلدوني بقى. اسهل حاجه، حاضر جيبوا اللي انتوا عايزينه. غلط. طبعا هنجرب دلوقتي منها على طول. بس كده، دي بقى زي ما هي تتشال. يا لوجي نعيد كده للساده مشاهدينا، السلطه ديت بتاعت التونه، الباستا بالتونه عباره عن ايه وايه وايه؟ مكرونه مسلوقه، خضار، اي خضار احنا عايزينه، مش شرط الخضار اللي محطوط ده، اي خضار احنا عايزينه بينفع، واي نوع بروتين احنا عايزينه، والصوص بتاعها زبادي او مايونيز او الاثنين، وعصير ليمون. بس كده خلصت دي على طول. خلصت يا شوجان. ايوه هات الطبق قدامك. ايوه كده. بص يا شوجان، انت حضرتك هتقدميها فورا ولا لازم تخش الثلاجه شويه دلوقتي؟ عموما لا، يفضل تقعد في الثلاجه شويه، وممكن تتاكل كده على طول. يعني ممكن على تاكل على طول، او على طول. الاحسن تقعد في الثلاجه نص ساعه. لو قعدت في الثلاجه الحاجه تاخد طعم بعض، تبقى احلى. بالظبط كده. بالظبط. الله ينور يا الواناتك. طيب انا لو رايحه بقى البحر وعايزه سناكس غير السلطات للولاد، ممكن اقدم لهم ايه معايا؟ يكون جاهز ايه معايا؟ ممكن اخد معايا انا اكتر حاجه بحبها في الصيف في على البحر بالذات، الفاكهه اللي فيها ميه كتير. فاكهه فيها ميه كتير؟ بالظبط. اقطعها في علب معايا برضو؟ زي ما إيه؟ الاناناس مثلا، البطيخ. بص يا شجر، هاتيه شويه كده عشان الكاميرا. بطيخ كان كده. لا عليكي عليكي عليا انا. اوكي بس كده بس كده. اوكي الطبق الثاني ايه يا شوجر؟ اتفضلي انت. هي بس كانت بتقول لنا ايه السناكس من الفواكه اللي ممكن ناخدها معانا على البحر علشان الولاد. قلنا البطيخ. كل فواكه الصيف هي اصلا يعني سبحان جميلة. الله هي غنيه فيها ميه كتير. فيها ميه صح. بطيخ، كنتالوب. يعني في اطفال ما اعتقد ما بيحبوش الكنتالوب قوي. الكنتالوب العراقي الاصفر ده يجنن الاطفال. انا بحب الشهد جدا. الشهد جنن. الخوخ، العنب بالوان. بالوان ثلاث الوان، اسود واحمر وابيض. الله. وممكن بالفاكهه دي تعملي حاجه سريعه، يعني مثلا العنب. العنب ممكن تاخدي العنب الاخضر تحطي عليه عصير ليمون، وتحطي عليه شويه جيلي باودر. اي نوع تحبيه. تقلبيهم مع بعض كده وتدخليه الفريزر. يطلع يبقى عامل زي بالظبط. والكاندي اللي هي الولاد بيحبوها، اللي هي المنزه دي انا بحبها برضو. الله فكره. فدي بتبقى لذيذه قوي برضو على البحر، خدها في ايس بوكس واطلعها وكل حد ياخد. يعني انت بتقولي ان السناكس من الفواكه لازم تتحط في ايس بوكس طبعا، عشان ما تبصش على حراره الشمس، تفضل محافظه على حرارتها. معظم الفاكهه بتاع الصيف ميه فعلا. بالظبط.